تم اختيار العاصمة أبوظبي كأول دولة خليجية تنطلق إليها مبادرة البحرين، هذا هو الخليج العربي. يأتي ذلك في إطار العلاقات الوثيقة التي تربط مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة، والتي تشاركها في هذا التوجه الديني والأخلاقي والحضاري المنفتح على الجميع والحريص على أن الإنسان إنما هو خليفة الله في الأرض. المزيد توافينا بها مراسلتنا من دبي إيمان المصري. انطلقت فعالية هذا هو الخليج العربي من المنامة إلى أبوظبي، وذلك بقيادة وفد اتحاد الجاليات الأجنبية في البحرين برئاسة الأمين العام للاتحاد السيدة بيتسي ماسيون، وعضو اللجنة التنفيذية العليا السيدة فوزية زينل، وعدد من ممثلين الكيانات الأهلية والدينية والثقافية والاجتماعية، الذي زار دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن جولة خليجية قبل الذهاب إلى إيطاليا للتعريف بالإسلام والمسلمين. لقد جئنا لنهنئ فخامتها بالمنصب الجديد وندعم مبادرة الشيخ محمد بن راشد على تعيينها كوزيرة للتسامح لأول مرة. نحن في البحرين نرى بأن هذه المبادرة جميلة ورائعة وتلقى كل الدعم من طرفنا. البحرين مكان يتمتع بخصائص عدة، والتسامح إحدى تلك الخصائل التي نجدها أيضا في دولة الإمارات. نؤمن تماما بالتسامح والتعايش، لأن ديننا الحنيف يؤكد ويعزز، وجميع الديانات السماوية تؤكد وتعزز التسامح والتعايش الذي نحمل رايته نحن في هذه هي البحرين. وقد التقى الوفد معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي عضو مجلس الوزراء وزير الدولة للتسامح لعرض أسس ومبادئ تلك المبادرة وما تحمله من قيم سامحة تعكس التآلف والتعايش بين أطراف المجتمع الخليجي. هي فكرة جميلة، وأعتقد أن هذا النوع من المبادرات والتحدث والديالوج هو مهم جدا، خصوصا في هذا الوقت الذي يعتبر وقت ذات تحدي كبير في تغيير منظور الدين بسبب مواجهات تعتبر غير مشرفة بالنسبة للناس التي تؤمن بالديانات والتعايش السلمي. وفي السياق نفسه التقى الوفد البحريني معالي وزير الثقافة وتنمية المعرفة الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، حيث صرح معاليه أمام الوفد على أن جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين جعل من المملكة بلدا للتسامح والتعايش السلمي والاحترام المتبادل بين جميع السكان، انطلاقا من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف الذي يدعو إلى السلام والمحبة بين بني البشر. نؤمن بهذا المبدأ، ومبدأ التعايش ومبدأ التفاهم، وليس بقريب على جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة مملكة البحرين شقيقة، وعلى أخيه صاحب السمو الوالد الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، على أنهم يرسون هذه القواعد الإنسانية النبيلة. نتمنى لكم التوفيق، وتحياتنا لأهلنا وأخواننا وأخواتنا، وعلى رأسهم جميعا صاحب السمو جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. شكرا. وأكد معاليه أن الإمارات ترتبط بعلاقات وثيقة مع مملكة البحرين وتشاركها في هذا التوجه الديني والأخلاقي والحضاري المنفتح على الجميع والحريص على أن الإنسان إنما هو خليفة الله في الأرض. هذه هي البحرين، هذا هو خليجنا العربي، مبادرة انطلقت من البحرين لتجوب الخليج العربي والعالم. لتلفزيون البحرين، إيمان المصري، دبي.